حساسية يعني بنقسمها نوعين، حساسية شائعة اللي الناس بتتكلم عليها في طول الوقت، معناها حمرا شوية، أنا عندي إحساس بجسم غريب في العين، بتدمع شويتين كده ما بطلع في الهواء، ولكن الحكة في العين ما بتبقاش عرض رئيسي. والحساسية اللي هي الموسمية أو الرمض الربيعي اللي هو بيبقى فيه الحكة عرض كبير ورئيسي، ده اللي بيجي في الأطفال بيبتدي، وده اللي بيبقى له الاستعداد الوراثي، وده اللي بيظهر في العين كحكه شديده، الواحد بيستلذ ان هو يدعك في عينه وبيطلع ماده مخاطيه كده بتبط زي الاستك، وعينيه محمره، وبيبقى في اوقات مش طايق النور، ودي ليها مشاكل كثيره بقى على العين، سواء من الحكه نفسها او من العلاج. الحساسيه البسيطه اللي هي عندنا كلنا نتيجه التراب وكده، دي علاجها بسيط، ويتمثل في ان احنا نعطيني بسطح العين، ان احنا نغسل عينينا حتى بميه الحنفيه العاديه او بقطرات مرطبه، ده يكفي ان هو يضيع الاعراض اللي بتيجي نتيجه تعرضنا للاتربه والشمس وتركيزنا كتير في الكمبيوتر وفي الاجهزه اللي في ايدينا، اللي ده بيؤدي الى جفاف وشعور بجسم غريب والواحد متضايق شويه. لكن الحكه بقى اللي هي رمض ربيعي او الحساسيه الموسميه، سببها الرئيسي هنا مش الاتربه، سببها الرئيسي الاشعه فوق البنفسجيه، ورغم ان هو اسمها رمض ربيعي الا انها بتيجي في الوقت ده من السنه، وبتيجي في مدخل الربيع، فهي ليها وقتين، ودي زي ما قلت حضرتك كده علاجها قد يؤدي الى مشاكل لو لم ننتبه، وهي نفسها تؤدي الى مشاكل.